وجد خليك ديما كونيكتي وتمتعك بأحسن تغطية وأول ريزو 3G في تونس وزيد توفر لك لي ميور سمارت فون وكل الحلول باش تكونيكتي انت بالكلي 3G ولا مع الأصحاب بالكلي دومينو ولا مع العائلة الكل بالفلاي بوكس. Orange, votre coach numérique. اليوم في اي تيك اورانج تونيزي في شراكة مع البوصلة في اطار مشروع مرصد بلدية. لو تروفي دو ليبر في دورته الاولى في بلادنا، حضور مميز ريشارد ستالمان في تونس. تحية لكم، شكرا لكم على اختيار قناة الحوار التونسي باش تاخذوا فكرة على اخر اخبار التكنولوجيا. هذه اي تيك معكم محمد علي السويسي، واليوم باش نبداو مع ليفينمون البارح يخص لوبين داتا في تونس. هو حدث هائل جدا بما انه اورانج تونيزي تعطي لافراستركتور لجمعية بوصلة باش هكاكا تخدم على مرصد بلدية، هو بروجي كبير ياسر كنا حكينا عليه من عام ناول البروجي هذايا. شنو صار في الكونفرنس دو بريس؟ شنو البروجي هذايا؟ وشنو هي التعاون هذايا بين اورانج تونيزي وجمعية بوصلة؟ تابعوا معنا الروبورتاج. مشروع هام جدا تم الحديث عليه في مقر اورانج تونيزي نهار 3/17 فيفري. المشروع هذا هو اطلاق شراكه بين منظمه البوصله واورانج تونيزي. اورانج تدخل اليوم في الشراكه هذه وتحط كل خبراتها كشركه رائده في المجال التكنولوجي في مشروع نتاع بيانات مفتوحه اوبن داتا. ليفينمون هذايا كانوا حاضرين فيه اميره يحيوي رئيسه منظمه بوصله، ديدي شارفي ديريكتور جينيرال نتاع اورانج تونيزي، كريستين البانيل المديره التنفيذيه للفونداسيون اورانج، كلود شيراك نائب رئيس مؤسسه شيراك للسلام والقيم النبيله، ومختار الهمامي المدير العام للجامعات العموميه المحليه بوزاره الداخليه. في ليفينمون هذا تم الحديث على البروجي نتاع التعاون هذايا. اورانج تونيزي باش تعطي كل التسهيلات التكنولوجيه لبوصله باش تخدم على البروجي مرصد بلديه. المشروع هذايا تعليم منظمة بوصلة من جان في 2014، هو مشروع باش يعطي القدرة للمواطنين انهم ياخذوا فكرة على كل المعطيات اللي تخص البلدية متاعهم ويشاركوا في اتخاذ القرارات. اليوم جينا هنا باش نصحوا اتفاقية مع اورانج. الهدف من الاتفاقية دي تسهيل اول حاجة تسهيل عمل بوصلة في النفاذ الوثائق الادارية متاع البلدية والكوفيرتور متاع البلدية متاع تونس الكل، والفولي الثاني هو تشريك المواطنين. دونك الفولي الاول فيها ان كود يو اس اس دي باش يسهل ديفلوبمون تاع كود يو اس اس دي، باش يسهل خدمه جمعيه البوصله مع الممثلين نتاعها في الجهات. وان دوزيام فولي اون اكستير اللي هو ديفلوبمون دون ابليكاسيون موبيل بخلاف السيت انترنت اللي هي باش تسهل للمواطنين نفاذ المعلومات نتاع البلديات. دونك الفكره انه نقربوا النشاط البلديات للمواطنين عن طريق لي نوفيل تكنولوجي. ويل كومبورت لا كوبيراسيون دي زيد الانستالاسيون تاع 264 تابلت في بلدية تونس كل اللي باش يكونوا فيهم اكسي ديريكت للسيت بلديه.مرس.تي.ان اللي كما قلنا يحكي على نشاط البلديات وخدمه البلديات. وفما ان دوزيام فولي اللي هو لي اس ام اس نوتيفيكاسيون بار اس ام اس اللي تبعثهم اورانج للزابوني نتاعها باش يفيقوا العباد كل ما فما ان ايفينمون في البلديه نتاعها. الحلول اللي باش توفرها اورانج تونيزي في اطار البروجي مرصد بلديه هي حلول مطوره من طرف شبان التوانسه يخدموا في اورانج ديفلوبر سنتر. اورانج تونيزي هكا تزيد تاكد على دورها كانتربريز سيتويان، تساعد الشبان على ايجاد مشاريع للعمل والتطوير، تساهم زاده في ان بروجي سيتويان كيما مرصد بلديه، وتساهم زاده في انها تحط الحلول التكنولوجيه هذه في خدمه المواطن. L'idée, c'est de développer la démocratie locale en permettant à tous les citoyens d'avoir accès à plus d'informations sur ce qui se passe justement dans leur municipalité, de permettre aux municipalités de donner justement cette information et de permettre aux citoyens, soit par l'application, soit par l'usage de cette tablette qui sera librement à disposition, de poser des questions ou de s'exprimer sur ce qui se passe justement dans les municipalités. C'est donc un projet numérique développé par Orange Tunisie avec des jeunes ingénieurs tunisiens pour concourir à plus de démocratie locale et à plus de démocratie tout court en Tunisie.
هام جدا انه اورانج تونيزي تدخل وتساهم بطريقه مباشره وفعليه في انه البروجي هذا يكون حاضر للتطبيق. اليوم الخطوه هذه هي الاولى في اطار بناء المواطنه الالكترونيه لا اي سيتويانتي، كيف ما قالت اميره يحيوي رئيسه منظمه البوصله، اللي بالمناسبه حكيت على الجائزه اللي تحصلت عليها من طرف مؤسسه شراك للسلام والقيم النبيله. الحكايه تظهر للبعض انها مجرد حلم او مشروع صعيب انه يصير، لكن تجربه التوانسه اليوم مع البوصله واورانج تونيزي مش تخلينا نرجع نحكيو اكثر من مره على البروجي مرصد بلديه. نفهموا ياسر وين فما حاجه تخص لوبين داتا في تونس. تو نمشيو لخطوه واحده اخرى، خطوه مع تيك نيوز واخر اخبار التكنولوجيا. تابعوا معنا. شاشية تونسية ليكون متاع لي لوجيسيال ليبر في العالم ريشارد ستالمان كان حاضر في التروفي دو ليبر في دورته الأولى في تونس. الموعد كان في ليكول بلوري ديسيبلينير انترناسيونال دي سوس نهار السبت اللي فات. اليوم ليكول متاعنا تشهد أول تروفي دو ليبر. C'est un événement اللي منظمينه الكلوب، عندنا كلوب نتاع البرمجيات الحرة اللي اسمه اونيفير ليبر، هما اللي جابوا لنا البادرة هذه، و دونك تشجعنا معهم انسيون واداره باش ننظموا هذا اول ايفينمون. البارتي الاولانيه كانت مخصصه ريشارد ستالمان ولا ار ام اس كما عيطوا له لي فان نتاعو، باش يتحدث على امتداد ثلاثه سوايع على الفلسفه نتاع لي لوجيسيال ليبر. البرمجيات الحره هي ماهيش مجرد برمجيات لكنها فلسفه كامله. ريشارد ستالمان تكلم على البرمجيات الحره لكن تكلم على الحريه، على البارتاج، وهجم الكوبي رايت وليزيديتور نتاع لي لوجيسيال بيان. Le droit d'auteur dans l'ère numérique est devenu un système injuste de soumettre les gens au pouvoir des éditeurs. Donc, il faut réduire le pouvoir du droit d'auteur. Je ne propose pas de l'éliminer, mais de réduire ce pouvoir jusqu'au point acceptable, supportable. ما بين الحاجات اللي حكي عليهم زادا ريشارد ستالمان هو السيستم الجديد متاع البيمون اون ليني انونيم اللي يخدم عليه في اطار لو بروجي جنو. Nous sommes dans le projet GNU en train de développer un système de paiement, de petits paiements anonymes qui s'appelle Thaler. Et un des bienfaits de ce système est qu'il ne supporte pas l'évasion fiscale. Tout le monde pourra envoyer à l'anonymat un petit paiement à un site web ou d'autres systèmes avec lesquels il se communique. Mais celui qui a reçu le paiement ne pourra pas utiliser les mêmes monnaies numériques pour payer quelqu'un d'autre. La seule chose à faire avec un paiement reçu est de l'apporter à la banque pour le convertir en argent. RMS في الاخر باع البلوش نتاعو نتاع جنو في مزاد وصل ل 150 دينار، فلوس باش تمشي للفري سوفتوير فاونديشن. البارتي الثانية من الايفينمون هذا كانت مخصصة للي بروجي اللي خدموا عليهم دي اسوسياسيون دي كلوب اي دي كوميونيتي يخدموا على لي لوجيسيال ليبر. بعد لي بريزونطاسيون البروجي الرابح كان من نصيب ان جون اتيديون من جندوبة. ايفينمون هام جدا لانه الاول من نوعه في تونس اللي توجه اساسا للبرمجيات الحرة وللمستعملين نتاع البرمجيات هذه، لكن زاد للمهتمين بالثقافة الرقمية الحرة. مشاركين اليوم في التروفي دو ليبر عبر المشاريع اللي قمنا بها في مجتمع ويكيبيديا، من بينها مسابقة الصور الحرة ويكي لوفز مونيمنتس اللي أقمناها عام 2013 و2014 وإن شاء الله نعودوها في 2015. المشروع هو تصوير المواقع الأثرية المحمية في تونس ونشرها في موسوعة ويكيبيديا الموسوعة الحرة. حضور ريشارد ستالمان في تونس في إيفينمون مع تقديم مشاريع وخدمة على البرمجيات الحرة إن شاء الله ينجح أنه يجلب انتباه المسؤولين نظراً لأهمية النوع هذا من البرمجيات والناس اللي تخدم عليهم، خاصة في الوقت اللي ترتفع فيه الكلفة اللي تخلصها تونس كل عام للشركات اللي تنتج البرمجيات المسكرة، أرقام تخلط للمليارات. هايتيك بالنسبة لليوم وفير، شكرا لكم على حسن المتابعة. نتقابل معكم إن شاء الله نهار السبت الجاي على قناة الحوار التونسي مع أخبار تكنولوجيا جديدة. تحية محمد علي السويسي، خليكم مع دقيقة أورانج في الأمان. اليوم أورانج تقدم لكم إنوفاسيون أخرى في لي زوفر كلي 3G اللي هي لوفر كلي 3G باس، على خاطر كل انترنت عنده لي بيزوان أون انترنت 3G خاصين بيه. أورانج توفر لكم لوفر كلي 3G باس باش كل واحد يشارجي كان اللي يستحقه. مع لوفر كلي 3G باس نجم تختار الباس اللي يساعدك،
باس نهارين في 500 ميجا بثلاثة دينارات، باس أسبوع في 2 جيجا بتسعة دينارات، باس شهر في 5 دينارات بونيوس بعشرين دينار، ولا باس شهر في ليميتي في الليل بثلاثين دينار. وهكا مع أورانج تنجموا تتمتعوا بلوفر انترنت 3G اللي على قياس كل انترنت. لأكثر معلومات على العروض فيكس موبيل وانترنت www.orange.tn. تخليك ديما كونيكتي وتمتعك بأحسن تغطية وأول غيزو 3G في تونس، وزيد توفر لك لي ميور سمارت فون وكل الحلول باش تكونيكتي إنتي بالكلي 3G، ولا مع الأصحاب بالكلي دومينو، ولا مع العائلة الكل بالفلاي بوكس. أورانج، فوتر كوتش نوميريك.